سلط الضوء اليوم على موضوع الامتحانات الرسمية وحالة الأرق يلي عم بعيشها عدد كتير كبير من الطلاب وأهليون، فكرمال هيك حبينا ننزل على الشارع ونشوف شو رأي المواطنين حول إجراء هالامتحانات الرسمية. برأيكم هل كانوا مع أو ضد؟ وشو رأيهم بالشائعات يلي كانت عم ترمى شمالا ويمينا ويلي عم تحكي انه وزير التربية محمد المجذوب مصر على اجراء هالامتحانات على الرغم من نفاذ مادة الوقود، وانه عم بفكر جديا يستأجر دراجات هوائية لنقل الطلاب؟ انا برايي اكيد لا نصير في امتحانات رسميه، لانه اول شغله ما حدا عم يفهم بطريقه التعليم اللي عم تصير اللي هي طريقه الاونلاين، يعني لانه اذا هلا بصير يعمل امتحانات رسميه يا كل التلاميذ حتسقط ويا كلها حتسقط على كل الميلات يعني، وحتى لو عطوا افادات كمان حيطلع جيل ما كلياته مش معلم وحداش حيفهم شيء. اكيد لا ما حيقدر يعمل امتحان الا اذا عمل امتحان اونلاين كمان عشان حيتنقل فيه. يجيب بسكليتات ومروح على البسكليتات ساعتها، لشو عارف يدفع شيء هو. الامتحانات ما ممكن تصير هلا عنا بلبنان، لانه اول شيء التلاميذ قالهم كل السنه عم يدرسوا اونلاين. طريقه الدرس اللي معودين عليها وطريقه الامتحانات اللي عملوها بقلب الهيدا مش محضرين ابدا انه يعملوا امتحانات بقلب مدرسه. ثاني شغله، نحن لهلا بألف يا ويلاه لصرنا عم نسجل 200 و300 حاله بالنهار. طب اذا هلا بده يرجع يروحوا التلاميذ على المدارس والتلاميذ يقعدوا الاساتذه والاساتذه يروحوا يقعدوا عيالهم، حنسجل نرجع فوق الألف ولا الألفين ونرجع مثل ما كنا بالأول، يعني ما كأننا كنا عملنا شيء. أكيد شيء كثير حرام اللي عم يعمله الوزير إنه هلا ينزلوا على الامتحانات، وأصلاً لحتى يوصل على الامتحانات بدهم بنزين، ليش في محطة بنزين مستعد هو يعبي بنزين لحد للأساتذة لينزلوا يراقبوا للامتحانات؟ طب إذا راحوا على البسكليتات التلاميذ كيف بيروحوا؟ كمان على البسكليتات؟ عيب والله العظيم عيب، عن جد إحنا مهزلة صار عنا البلد. حيزود يمكن الماسكات والهايجين وهالاخبار كلها. يعني عن جد نحن كل يوم نطلع بقرارات بتضحك اكثر. ضد الامتحانات الرسميه، لانه كله عم يتعلم اونلاين وما حدا عم يفهم شيء، يعني ما حال الواحد يتعلم اونلاين ويجي يعملهم قدام العالم الكل. مشان هيك خلص الوزير شو بدنا نعمل فيه، الوزير خليه يفكر على حاله. انا ضد الامتحانات الرسميه لسبب واحد، انه في كثير تلاميذ عم تنظلم بالطلبات الحره، عم بيقدموا طلبات حره والوزير ما عم بيستجيب لهم، فبطلب من الوزير يتنحى من المنصب تبعه ويسلمه لحدا كفاءة أكتر. هذا الوزير ما بفكر الصراحة ولا مارق من حده الدفتر ولا القلم، فعن جد برجع بطلب مرة تانية إنه يترك المنصب، في ناس أحق منه وكفاءة أكتر منه. لا، مع إنه يصير امتحانات رسمية، يعني هلأ خفت شوي نسبة الإصابات بالكورونا، ممكن يكون بما إنه درسوا أونلاين بعتقد إنه لازم نسبة 70% يقدر الطالب يقدر يعمل امتحان. لا إن شاء الله بيكون في بنزين وبيروح الطلاب وبيعملوا امتحانات، لأنه التعليم هو شيء مهم. إيه أكيد لازم يصير امتحانات رسمية السنة، لأنه الطلاب بقعدتهم بالبيت أكيد ما درسوا أونلاين وشوي الثقافة صارت أقل عندهم. لازم يصير امتحانات رسمية ولازم يتشدد شوي على الطلاب. مش قادر يعمل امتحان، بس إذا صارت الامتحانات الرسمية وأعطوا قد ما هني دارسين مش غلط، حتى لو عادوا السنة مش غلط، ولو راحوا ماشي مش مشكلة، المهم يروحوا على المدرسة. هلا الامتحانات الرسمية شغلة كتير مهمة وبتحسن مستوى التلاميذ بهذا الوضع اللي صار، انه صار في تاخير كثير بالمستوى العلمي بلبنان من وراء كورونا، وحتى عالميا هالشيء صار. بالنسبه للامتحانات الرسميه اللي عندنا بلبنان، المفروض الجزء الكبير والاهم هو البكالوريا قسم ثاني تنعمل، اما بالنسبه للبريفي فينا نعافى عنه، بس حضره الوزير المجذوب انه ما حابب تلتغى الامتحانات الرسميه بهالنقطة، بحس أنا الأمر شخصي، لأنه قبله الوزير السابق التغيت وطلعت بروباغندا وحكي من هالنوع عن هالشيء. نحن بنشكر جهود زلمة كتير محترم وكتير آدم الوزير، بس قصة الامتحانات الرسمية بالبريفي في يلغيها، البكالوريا قسم تاني كلنا معه بهالموضوع ونحن معه، زلمة كتير محترم وكتير آدمي والله يعطيه العافية، بس بالنسبة لازم يقسم هالشغلة على اثنين وما ياخذها الشغلة شخصية إنه بزمانه أو بوزارته ما صار امتحانات رسمية. المستوى الفكري والضغط اللي صار وكذا والتأخيرات والوضع الاجتماعي والوضع الأهلي والنفسي، ما بحس إنه هالشيء، واحتمال كتير ناس تنظلم واحتمال كتير ناس باللغة العامية تاكل الضرب، يعني لأنه حرام البلد كلها عنا لبنان مأزم بشكل مش طبيعي، من الأهل للتلاميذ لكل شيء كله مأثر على بعضه. فأنا نصيحة أنه إذا حالا عملت البكالوريا قسم تاني تكون بمستوى شوي خفيف وتراعي الظروف اللي عايشينها الناس. هيدا حكي مهضوم ويعطيه العافية على هضامي وكل شيء، بس نحن بلبنان يعني معلش،
في ناس عم تلم اللقمه وفي ناس تراكدي ورا هالشيء، بعدين يرحم شوي يعني. بس هي كل الفكره يعني، في ناس وضع على قدها يعني، حتى التلاميذ حتى المعلمات حتى بكل شيء، كله مربوط بسيناريو واحد. نحن بنحبه ومنقدره هالوزير، بس يراعي الظروف. هلا الامتحانات الرسميه عندنا بلبنان زفت الصراحه يعني، ما بدها اكثر من هيك. هلا هو انا لا مني مع اجراء الامتحانات، لانه التلاميذ خاص نفسيتهم تعبانه، شو بدك تعمل؟ خاص تعودنا اونلاين يعني، شو اخر السنه اخر كم شهر بده يجي يقول لي هيك